كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. السلام ما خصكش شي خدامه، ما حتى انا وراجل كنعرف نخدم، نخدم لك مزيان هاد الاختي صافي هاد التعلم. المهم ما عنديش شنو غادي ديري، فهمتي؟ انا وراجل هاك ما كان في يدي باش نعاونك، عاونتك الله يفكك على خير، الله يعاونك. ديال مراكش ودابا المشاركه ديالو في الفيستيفال ناسيونال، وانا فرحانه بزاف حيت انا طنجاويه ودونك قدرت نقدم الفيلم ديالي هنايا في المدينه اللي خلقت وكبرت فيها، وهذا لي واحد الحاجه اللي فريمون مهمه لي بزاف كتخصني في الدخل ديالي، دونك انا فرحانه بها. القصه ديال ادم، البيرسوناج ديال ساميه في ادم، قصة واقعية عشتها أنا مع واحد الأم عزيبة. كانوا والدية دخلوا عنا للدار ملي كانت جات كتدق في الباب، ما كان عندها حد، كانت حاملة بثمان شهور، وديك شي تجربة اللي عشت معها أثرت فيها بزاف وخلتني نخلتها عايشة في الداخل ديالي سنين وسنين وسنين حتى النهار اللي كتبت هذا الفيلم هذا. إذا أنا كنتمنى هذا الفيلم هذا يقدر يبدل النظره ديالنا على هاد الامهات العازبات، كنتمنى يخلينا نسالوا راسنا شي اسئله اللي كنعتبرها انا مهمه بزاف على الطريقه اللي كان عاملوا بهم هاد العيالات هادو، ماشي غير هاد العيالات هادو، حتى هاد الاطفال هادو اللي كيتخلقوا في هاد لا سيتوياسيون هادي، ويخلينا نزيدوا القدام مع بعضياتنا، استدير نقدروا نجبروا مع بعضياتنا ديك القوه باش نبدلوا شي مسائل، باش نقدروا نعالجوا شي حاجات، وباش نقدروا يكون المستقبل زوين بحق كل شيء، ماشي غير نمشي وحدين اخرين يكون عندهم صعوبات كبار بزاف. واكثريا انا كنتمنى هذا الفيلم هذا يقدر بحال اللي قلتي يحاول يعاون في التبديل ديال في التغيير ديال لي مونتاليتي، يشارك ان توكا، يقدر يحل واحد لو ديبا اللي نقدروا نهضروا فيه على شي مسائل اللي ما كنهضروش عليها بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.